طيب، لكن أول شيء بونجور أتوس. دونك حنبلش أول شيء هيك just little review about sequence. أول شيء نحن حكينا عن عدة أشياء بالsequence. أول شيء general definition of sequence. So we have view. Okay, it is an application from I to R. Okay. Will I, okay, it is include in N, okay. هي مهمة كتير للي هاد definition تبعية ال sequence, okay. طيب سؤال، حدا بيناتكم بيتذكر شو الشي ناقص بال definition تبع ال sequence؟ انه هي من complex. ايه هلا مظبوط، هلا بغض النظر هوني complex هي تكون R او سيمكن. ما سمعت حدا قال شيء؟ الان يا استاذ، ما هيك مزبوط. هون هالبارتي هون في شيء ناقص فيها، فبليز قولوا لي شو الشيء ناقص. يعني اوكي اي انكلود اون ان سا سي بيان، بس كمان يعني في شيء ناقص فيها. انه الان هي ايكوال لليو ام، انه تحت الاي ان هي بتروح على اليو ام. يو ان قصدي؟ لا 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 لا، في شيء ناقص. انا شتت عليه من امبارح. قصدك الاو ان؟ لا 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 لا، ما دخل. هلا اذا انا كتبت هون مثلا هون ان يو ان ما في بروبلم، هيدا اوكي. بس شو الشيء ناقص؟ هيدا سؤالي. الكومبلكس انه هي اي رقم للاخر رقم. انه هي من اول رقم لاخر رقم فيها، لاخر رقم. كيف يعني من اول رقم لاخر رقم؟ هيدي فكره شوي ايه، يعني هي يعني بتبلش من رقم محدد. اكزاكتلي هيدا للانفينيتي. هيدي مهم جدا، هيدي اللي قلت لكم عنها، انه الاي بتبلش من ان 0، بتبلش من ان 0، ما فيها تبلش مثلا من رقم معين. عرفت كيف؟ لازم على طول تبلش من رقم معين، اوكي؟ ما فيها مثلا تقول مثلا من 1 لعند 5 وخلص، لا، لازم تكون من الان 0 ورايح. اوكي؟ لعند الانفينيت. هي فكرتها. اوكي؟ هيدي فكرة الاي، هي مهمة جدا هي السيكونس. هي اولا. ثانيا، عندك البروبرتيز تبعية السيكونس. هلا السيكونس مثلا في عندك السيكونس ما معه تخلص برقم محدد. ما سمعت. السيكونس ما معه تخلص برقم محدد. بلا، قصدك هون يعني عن الان زيرو، يعني فيها تبلش برقم محدد وتخلص برقم محدد. ايه بس هيك ما عارفينها، يعني هن هدفهم انه يخلي الليميت تكون موجوده. هيدي هدفهم، يعني هدفهم انه تكون الليميت على الانفيني موجوده، هيك هن بدهم. تمام. هلا في ديفينيشن تاني، عرفت كيف؟ يعني في كده انت تعرفه من عندك، بس هيدا ستاندر. عرفت كيف؟ يعني انا بحاول اعطيكم ستاندر كرمال انه يكون كل الديفينيشن تكون نفس الشيء. اوكي، لحظه شوي بس عم بفتح الكور تبع الدكتور. بس عندي سؤال عن الشانجمون دو فاريابل. ايه بس قال لي في شخص قال لي انه بس عمر نبيل. ايه طيب اوكي. هلا انا عم بعطيكم هدول الاكزرسيسات من السنه الاولى، هدول تبعون الكتاب السنه الاولى، مشان هيك يعني عم بحاول ركز على هذا الشيء. اوكي بون، عندي انا شو معي تا ديفينيشن تبع UN increasing، يعني UN plus N plus grand هو إيجال على UN، يعني كل UN plus one exactly. يكون أكبر من UN. إيه for إيجال. Exactly. تتذكروا مثلا بالديمونستراسيون باريكورنس نحن بنبلش من أول إليمنت، أوكي،
اول شيء بنبرهنها على اول element، وبعدين بنحاول ناخذ الجنرال تيرم، وبعدين بنحاول نبرهنه على الترم اللي بعده. عرفتوا علي كيف؟ مشان هيك هو الدومين لازم يكون من ان زيرو لعند انفينيتي. هو الشيء اللي عم نضيع فيه انه كل مره شكل، يعني ايه. مثلا نحن بديمونستراسيون بار ريكورنس هن ثلاث ستيب. اول ستيب نبرهن انه البي زيرو هي فري، وثاني ستيب نشتغل على اساس يعني اون سيبوز كو بي ان فري بور ديمونتري كو بي ان بلس ان فري، فبتطلع بي ان فري صح؟ اكزاكتلي. بس في اوقات ما عم يعني في اوقات ما عم نفهم كيف عم بيصير هذا البروسيسوس كله سوا. ما في اوقات البي ان بلس ان بنبلش من البي ان، في اوقات البي ان بلس ان بنبلش من البي ان بلس ان، مش دائما نفس الشيء. لا هو هو على طول انه اذا بي ان فري لازم برهن بي ان بلس ان فري، بس كيف نحن بدنا نبرهن بي ان بلس ان فري ابارتير دو بي ان، هذا هو الهدف. يعني انا لاحظت عليك انت عم تحاول تبين شكل البي ان بقلب الايجاليتي. اكزاكتمون. لا انه ما عندك الا البي ان، انت ما عندك الا هذا البي ان لا تقدر انت تعمل رومبلاسمون، ما فيك تعمل شيء غير البي ان. فمشان هيك يعني شانجمون دو فاريابل تعمله عم ببين البي ان. ايه مزبوط. شانجمون دو فاريابل هيدي الشغله تاني كمان، يعني عندك اثنين شغلتين فيك تعملهم، شانجمون دو فاريابل والبي ان، ما فيك الا تعمل هذا الشيء. بس هيك متى بتعرف انه هون لازم تعمل شانجمون دو فاريابل؟ هسه ما هو ما هو مثلا لاعطيكم اكزامبل، اذا مثلا ك قالوا من 2 لعند ان، اوكي مثلا هنقول مثلا يو ان يو ك فور اكزامبل، اوكي. طب هو اذا اعطيك السوماسيون من ك من 1 لعند ان ان موانز، شو بتعمل هون؟ اذا عندك اياها مثلا بالبي ان هي ها، فشو بتعمل؟ بتعمل شانجمنت فاريبل، تاخذ ك جي ايجال بار اكزامبل اي ايجال ا كام موانز، مشان تنزل الك تنزله واحد مش ك بلس 1. ك بلس 1 زمن تحت الفوق جي ايجال كام موانز، ما هيك؟ لانه الك بتصير جي ايجال 1. عرفت علي؟ وي بس هيك يعني، يعني لازم تحاولوا تعملوا كورسبوندينج. هلا طريقه ثانيه كمان فيكم تزيدوا U1 وتنقصوا اليو ان مثلا من الفاليو من السوماسيون، يعني مثلا تصير ماينس 1 وهون تصير يو ان مثلا، ساعتها بهالحاله لك مثل تقريبا بتصير هيدي اذا جمعتهم اكيد بتنقص وبتزيد يعني. بس اوكي فهمتوا علي كيف؟ في في عده في هالطريقه ثانيه كمان، يعني فيني زيد نقص مثل ما عملت بالبينوم دو نيوتن. اوكي استاذ تفضل. فيك ترجع لنا شو عملت هون؟ فات اي بالنيوميريكال سيكونس فيها تبلش من الماينس انفينيتي ولازم تكون سبيسيفيك نمبر؟ شو هو السيت اي بالسيكونس؟ لازم تبلش من فيها تبلش قصدي من الماينس انفينيتي او لازم تكون رقم محدد؟ مثلا فيها تكون 1 فيها تكون 2 حسب الديفينيشن تبع السيكونس. فيها تكون ماينس انفينيتي؟ لا. لا ما هي بارتيزونتي ناتورال، ما فيك انت تبلش الا من من زيرو. هيدا هيدا اقل شيء. اوكي يس اوكي انت علي. اوكي يعني مثلا فيها تبلش من 5 فيها تبلش من 1 فيها تبلش على طول، يعني لازم يكون في شيء يعني تبلش فيه. نشوف. اوكي طيب اذا يو ان هلا ديكريزنج، هلا ما بعرف انه بحاجه انتم لريفيزيون او بلش دغري بالاكسرسايز ما احسن؟ اذا في نمبر في الريفيجن بنكون مهمين، لانه اذا كتبت الكور حياخذ وقت لانه بس كده. لا يعني اذا فيك بس مشان تشرح لنا الجيومتريك الارثمتيك سيكونس. يس اوكي طيب لحظه شوي. اذا بدكم في عندي انا كورس هلا ببعث لكم اياه، في حدا بعث لي هذا الكورس ان شاء الله لاقيه وبرجع ببعث لكم اياه. اذا بدكم يعني فيني ابعث لكم ارجع اكتب لكم الكورس. كتب كل شيء ما اسمع. في شاب بعد كورس السويت على ايه ده هو بريباراسيون كاتب فيه ايه ده هو ايه ده هو قصدي عنه انا. طيب لكن decreasing هو عكسها strictly increasing من دون equality، strictly decreasing هو من دون equality. تمام. شو معناتها شو معناتها بورني une suite bornée sequence borne
حسب اذا يعني ليميتد ليميتد ماجوريت هيدي مهمه بس حسب اي عمر. ايه حسب اذا كانت ماجوريت اور مينوريت. اذا كانت ماجوريت بتكون يو ان اصغر من قديش من واحد ام مثلا من أوكي. اذا مينوريت بتكون يو ان اكبر من ام اكزاكتلي هلا البورند هي نفس الوقت مينوريت وماجوريت مينوريت نفس الوقت ايه هي ماجوريت ايه طيب شو هي الميثود مشان برهن انه السيكونس هي كونفرجنت هي بدها تكون الليمت على البلس انفينيتي بتكون ايكوال ل ان هيدي اذا كان عندك يو ان بلس 1 ايكوال از ا فانكشن اوف يو ان اوكي ساعتها بهالحاله عندنا ال ايكوال فانكشن اوف ال تمام هيدي مهمه جدا حنستعملها كثير هلا بالاكسرسايز بدي ارجع هلا اعمل اكسرسايز تبع انتجرال دوالي واشرح لكم اياه مزبوط يعني اوكي انا اعطيتكم الحل بس اكيد بدي ارجع اشرح لكم اياه اوكي في ترجع تعيد اللي قلته هلا ايه بالنسبه لليو ان هي اذا كانت هي كونفرجنت اعتبرنا انه برهنناها لانه نحن ديجا وقت نبرهن انه اليو ان هي كونفرجنت عن طريق ان يا اما بنبرهن انه يو ان انكريزنج و ماجوريت او اذا كانت ديكريزنج ومينوريت هيدي اذا بدنا نبرهن كونفرجنت هلا عم نعتبر انه اليو ان هي كونفرجنت فبالتالي اذا اليو ان بلس 1 هي از ريتن ان فانكشن اوف يو ان مثل ما انا هون كتب اوكي اذا اليو ان بلس 1 از ريتن ان فانكشن اوف يو ان ساتا بهالحاله اليو ان بلس 1 فيني اكتبها يعني اذا بدي انا اعمل كالكول للليميت حتصير ال ايكوال فانكشن اوف ال يعني انا بعمل ريمبلاسمون اليو ان بلس 1 بالليميت واليو ان بالليميت لانه باختصار الليميت when ان جو تو انفينيتي يو ان بلس 1 هي ال بتساوي ال اكيد ونفس الشيء بالنسبه لليو ان نانيتون الليميت عندها نفس الشيء فبالتالي طب يا استاذ تفضل اذا نحن برهنا انه الليميت لليو ان على ان للبلس انفينيتي هي ال بتكون هي كونفرجنت اكيد يعني هيك انه هي كونفرجنت ايه هلا في كمان ليميت وين ان جو تو انفينيتي فيك برهنا لليو ان بلس 2 ايكوال ال ما في بروبلم بالموضوع اها يس اكيد اكيد لانه الليميت على الان بلس 2 هي ذات الليميت على الان او هي ذات على الليميت مع ان بلس 3 او ان بلس 1 ما حدا ما في مشكله يعني بالموضوع يس اوكي اوكي عظيم شو استنفيني اعطيكم ايه بالنسبه للتيوريم دو جوندان تيرام جوندان كتير مهم لأنه حنستعمله كمان بالسنة الأولى أكيد أنتوا درستوا تيرام جوندان بالفونكسيون مزبوط؟ أنا لا لا أوكي. ما سمعنا أوكي حأشرح لكم شو هو تيرام جوندان مهم جدا تيرام جوندان إذا أنا عندي ثلاثة سويت ثلاثة سيكونس أوكي هيدا تيرام جوندان هيدا مهم كتير أوكي استاذ بس فيك تقلنا شو هو بالإنجلش جوندان تيرام أوكي هلا كلمة جندرم بتعرف شو يعني جندرم بالفرنسي؟ جندرم يعني ال يعني عسكر العسكر هلا ليش اسمه جندرم هلا قبلكم ليش؟ استاذ هلا هيدا هو وقتها بيكون الاثنين على البر رايحين عند ال بيكون النصاني رايحة عند ال اكزاكتلي هيدا هو هيدا هو إذا عندي أنا 3 سيكونس أوكي؟ هي بالفونكسيون إيه هي حتى بالفونكسيون بنستعملها كمان اوكي التيوريم جوندار بيستعملوه وين ما كان اوكي طيب شو هو التيوريم دو جوندار حدا يعني حدا عنده فكره عن تيوريم جوندار او حدا بيعرف بس هيك يعني يعطيني فكره انا عارف وي ايه مين بيعرف انا بعرف بالله تفضل ايه نعمل ليميت لل مثلا يو ان بالنص عشمالها في ال في ان نعمل لها ليميت لل في ان نعمل ليميت للدبليو في ان اذا طلعوا الليميت تبعوا البورنات ايجال يعني اجبار النصانيه تكون الليميت تبعوا لقدها وديك
exactly مظبوط. إذا الليميت تبع لأن الآن كومبري بيناتهم exactly. وهون كالك سوى ان من بعد ان زيرو given ان زيرو اوكي when ان go to infinity of wn اذا طلعت equal l مثلا هتكون فورسيمو equal l. هيدي هي definition. هيدا هو ما سمعت إذا كانت بلس أو ماينس إنفينيتي ما بيأثر. قصدك على ال صح؟ الآن ما بتروح على ماينس إنفينيتي سوري. لا هو بلس بلس على طول بلس. وقت حط بلس إنفينيتي يعني دغري دايركتلي هو بلس لأنه الآن هو أنتي ناتشورال. أوكي هذا هو التيورام دي جوندر. هلا في تيورام ما سمعت. هلا بس بالنسبه للانجلش بعتقد اسمه ما عم بسمع. في تيورام تاني انا قلت لكم انه لازم بس كنت عم بسبر دو شاست ممكن قلت لنا في تيورام تاني بس صراحه نسيت شو هو. استاذ ايه ليش هالثيورام تزبط؟ لا خلاص ماشي فهمت. اوكي ماشي. في ثيورام تاني صراحة أنا بدي كنت أعطيكم إياه بس. إيه فونكسيون أكزيسون، فونكسيون أكزيسون. خلصنا هذا الثيورام دي جندار. هذا هو باختصار الثيورام، أوكي؟ سويت أكزيسون هلا، أوكي؟ هي مهمة جدا حتستعملوها كمان. أوكي؟ دكتور لو سمحت في تيرم لجندر كان أطلش عندي الخط. أوكي ما في بروبلم حأرجع عيده. أوكي دونك هيدا بالسويت حأشرحه من جديد بالفونكسيون بس كرمال تاخدوا فكرة كمان كيف بستعمل تيرم جندر بالفونكسيون. أوكي أوكي إذا كان عندي فونكسيون سواء هيدا كمان ثيورام دو جندال. ايه خليني اكتب بالانجلش اظبط. let f g and h three function. اوكي such as f between ال g والعش صح؟ إذا الليميت when x go to plus or minus infinity مهم إنه إذا نحن استعملنا plus infinity الكل يكون لازم plus infinity. أوكي g of x equal limit when x go to plus infinity h of x for example equal l الور ليميت دور سنابين اف دو اكس هي ال كومبري يعني. ايه هي مهمه كثير هلا حتستعملوها كثير هذا التيورام. تيورام جوندار حتستعملوه كثير بالفونكسيون وخاصه بالسويت. واضح حدا ما فهم؟ لازم يكونوا كلهم بلس انفينيتي لتظبط او كلهم ماينس انفينيتي. يا ايه يعني لازم اكيد بلس انفينيتي بلس نفس الليميت يعني. اوكي إذا ماينس انفينيتي ماينس انفينيتي. أوكي ما في بروبلم. فهذا هو التيورام جوندار بكل بساطة. بس دكتور شو فكرة من بس هذا هو إيه هذا هو بس التيورام جوندار بكل بساطة. صوته كتير بعيد هسه ما عنده إنترنت. في مشكلة بالإنترنت. طيب فيني ننتقل على سويت أدجستون هلا أو بعطي إكسامبل قبل؟ هات لنعطي اكزامبل او بنطروا للاكزرسيت. لا فضل للاكزرسيت لانه هلا ما انه براسي اكزامبل هلا. طيب خلينا هلا نعطي سويت اجي. ما سمعت فيني اقترح شيء؟ تفضل. ايه هلا احنا قصعنا اياك اليوم وعلى بكره ما هيك؟ ايه
مع بعضهم 6 ساعات. ونحن هلا اليوم انت بدك تشرح لنا التيورام، شرحت لنا التيورام والسويت ادجسون صح؟ هسه سويت ادجسون ما اعطيته. اوكي هلا في عندنا نحن سيشن 3 جماعة بالانجلش وهيك، وبدهم يعطونا فيها كل شيء اكيد، لانه 3 جماعة كفيلين انه يعطونا فيهم كل شيء. ايه بس انت فيك هاليومين تعملنا هدول الابلكيشنات اللي بعثت لنا اليوم عن ديمونستراسيون باريكورانس كرمال نصير قوية فيهم. ما هو هذا الهدف اليوم، هو هاليومين الثلاثة اللي فضل هدول بس ديمونستراسيون باريكورانس، يعني خليني اركز اكثر شيء عن السوماسيون، هذا هو كان الهدف اليوم. انا لانه انا فتحت كورس لدرايف ما في شيء بالاناليز الا سويت وفونكسيون. ما هو قال اناليز بس هو سويت وفونكسيون، الكونيك اوكي هو بس بيدخل بالاكزرسات بس، منو يعني الاساسي هو الفونكسيون والسويت. ماشي ميرسي كثير، فمش هيك حبيت ركز عليهم اثنيناتهم. استاذ السبت ما راح تعطينا؟ السبت مبلا والاحد مبلا، اذا حدا فاضي اكيد الاحد، بس انه ما في مشكله بعطيكم اكيد. طيب خلينا نكفي السويت ادجسون. هي مهمة سويت ادجسون، فهيدا تريز امبورتون، تيورام جوندار بيستعملوه كثير. وعندي سويت ادجسون مهم كثير كمان، ما عم بقول مهم للترمينال، هذا مهم للسنين الاولى، هيدا مش مهم للترمينال بس بياخذوه حتى بالترمينال. سويت ادجسون adjacent sequence اوكي بس هيك يعني هي ذاتها. هلا كلمه adjacent يعني adjacent معناتها انه حد بعضهم، يعني هيك عم بيقربوا على بعض، يعني مثل كانه عندهم اسيمتوت كورب. افسركم كيف يعني، مثلا خلينا نشوف مثلا بالفانكشن. اوكي اذا انتم عندكم ليميت ل f of x minus g of x، هيدول هالفانكشنز هيدول adjacent على بعضهم، يعني مثل كانه عندنا سوري يعني كثير قراب على بعضهم. ايه مثل كانه عندنا اسيمتوت لاثنين كورب، عرفتوا كيف؟ يعني كورب مثل الانفينيتي عم يدقوا ببعض. ايه بالاخر حيدقوا ببعضهم، يعني فهمت علي كيف؟ يعني على الانفينيتي عندهم ميم ليميت. ايه اكزاكتلي حيكونوا قريبين على بعضهم كثير، بالانفينيتي حيكونوا حيدقوا ببعضهم. فهي هي الديفينيسيون تبع الفونكسيون ادجاسون. وهلا اكيد بدي اشرح لكم السويت ادجسون. السويت ادجسون نفس الشيء، يعني انا بيكون عندي مثلا يو ان اوكي مثلا اذا عندي يو ان وحده انكريزنج والثانيه في ان ديكريزنج اوكي، والليميت على في ان ماينس يو ان تعطيني زيرو when n go to infinity. هلا بس just in remark، وتقول limit دغري when n go to infinity، فيني ما اكتب هيك، فيني ما اكتب n go to infinity، فالليميت يعني دغري اجباري n go to infinity بس بالسيكونس. اوكي بالفونكسيون لازم حدد، فهمتوا علي كيف؟ هي مهمه جدا هالريمارك. اوكي قطع صوتك، فيك تعيد بليز؟ قطع صوتك الان، هرجع عيد. اذا انا كتبت limit هيك لحالها من دون n go to infinity، انا بعرف دغري باي ديفولت حتكون n go to infinity، لانه ما عندنا الا ليميت when n go to infinity، هيدي بالسيكونس. يعني اذا فيني اكتبها بهالطريقه لانه انا بعرف دايركتلي انه n go to infinity بالليميت. اما بالفونكسيون لازم حدد هي شو هي، x go to infinity، x go to 0، x go to minus infinity. اما بالسويت اجباري لازم تكون n go to infinity. اوكي مثلا بتكون هيك، هي اول سيكونس، ثاني سيكونس هيدي. في شاب عم بيسال انتي ناتورال يعني بوزيتيف؟ اكيد انتي ناتورال يعني بوزيتيف، صح انتي ناتورال يعني بوزيتيف، انتي ريلاتيف يعني بياخذ الماينس 1 ماينس 2 ماينس 3، عرفتوا علي كيف؟ هلا بكتب لكم اياها. اوكي دونك هيدي حتى السبيت بالرسم، ما عم بسمع حتى السبيت بالرسم.
السويت السويت هنا عباره عن 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 بوينتس. لاحظت كيف انا ما برسم فونكسيون كونتينيو بالسويت. السويت هي عباره مثلا هيدا ماينس 10 هيدا ماينس 19 ماينس 8 ماينس 7 ماينس 6. عرفت كيف هيدا مثلا الترم 0 ترم 1 سوري انا لا تخزوني ما في اسمه اصلا ترم ماينس يعني هيك انه من بلش من 0. ليش اليو ان انكريزينج والفي ان ديكريزينج؟ هاي ديفينيشن يعني ما فيني اقول ليش لانه هي ديفينيشن ديكريزينج بس بالاخر عم بيقربوا على بعض. ايه يعني وحده انكريزينج اليو ان انكريزينج الفي ان ديكريزينج بطريقه انه قربوا لبعضهم يوصلوا لمرحله انه الليميت للديفرنس ات ويل بي زيرو. ايه بس انا شو قصدي انه فيها تكون اليو ان والفي ان ديكريزينج اثنيناتهم مثلا ويوصلوا بالاخر على نفس الليميت. ايه مزبوط كلامك بس هيك هنك يعني عارفين السويت ادجاسون. معك حق مزبوط في طريقه إيه. اكيد بس اني هيك بدهم يعني هلا انا حابعت لكم اكيد ريفرنس مرتب عن السويت ادجاسون كيف ما عارفينه بطريقه حلوه يعني. لحظة شوي دقيقة بس عم ببعث لكم اياه على الواتساب. هلا في استاذ اسمه ايفان مونكا بيشرح كل شيء كمان ما بعرف اذا هو منيح ولا لا. ايه هذا الماتيماتيسيان هذا المعروف على اليوتيوب ما هيك؟ ايه ايه هذا فرنساوي هذا ايه معروف كثير هون بفرنسا عنده كان يوتيوب 1.2 بعتقد سبسكرايب انه في بيشرح كل شيء يعني كل شيء بتكتبوه بيكون له كذا فيديو شرح. شو اسمه بس هو؟ ايفان مونكا. وفي استاذ اسمه فيلاب ما بعرف اذا اسمه شانيل فيلاب ولا هو اسمه فيلاب بيشرح في الجيم. واذا حدا بده بالانجلش في واحد اسمه بروفيسور ليونارد كثير شرح حلو بالانجلش. وفي اورجانيك كيمستري كمان. هلا انا بعثت لكم على الجروب هلا ديفينيشن تبع السويت ادجاسون وكمان حاعطيكم اكزامبل السويت ادجاسون كيف مبرهنه. فوالا اوكي بعثت لكم هلا على الجروب الواتساب دونك حنعطي اكزامبل عن السويت ادجاسون دونك نعم. بس عندي سؤال للكرواسون عطونا الكرواسون يعني حسب انك عطينا فوق ما سمعت من نقص على طول الديك كرواسون على طول من نقصها من الكرواسون ولا ما خاص هون بالليميت هون؟ لا بالليميت عادي عادي بتعملي كالكيول الليميت عادي يعني هلا بعطيكم اكزامبل لتفهموا يعني هي قصدي يعني دكتور انه على طول الديك كرواسون ما عم بفهم عليكم بس حدا هي قصدي في ان مو ان وفيها تحت يعني فيها تحت بس في ان مو ان ولا ان مو في ان انا هيك فهمت. نفس الشيء في ان مو ان وبين ان مو في ان اعطيني زيرو نفس الشيء يعني ما تغير شيء يعني حتى لو كانوا بالعكس وحده ديكريزنج وحده اكيد يعني اكيد هن بيهمهم بيهمهم هن ديفرنس جو تو زيرو بس مش المهم انه بي ان مو يو ان او بي ان مو بي ان المهم الديفرنس تكون زيرو. اوكي اوكي طيب لكن حنعطي اكزامبل عن سيكونس ادجاسنت. اوكي هذا الاكزامبل عندي انا يو ان تساوي 1 minus 1 over n and vn بيساوي 1 plus un. هلا هون ال1 بتبلش من 1 من n بتبلش من 1 هون نفس الشيء كمان. اوكي هلا اول step انه برهن انه يو ان انكريزينج. اوكي فححاول انا اعمل كالكيول ل يو ان بلس 1 ماينس يو ان. اوكي ايكوال 1 ماينس 1 اوفر ان بلس 1 اوكي كلها سوا ماينس انا عم تشوف مين انكريزينج ومين ديكريزينج ما هيك اكزاكتلي صح فيها تكون حتى اليو ان ديكريزينج والفي ان انكريزينج ما في بروبلم.
1 over n. إذا نحن وقت بدنا نعمل رامبلاسمون هيدي الـ un plus n نعتبرها كلها كأنها هي n وحدة ونعملها رامبلاسمون؟ إيه لأنه هون أوكي. مثلا u 5 مثلا حتكون هون 5 n plus 2 حتكون n plus 2 n plus 1 حتكون n plus 1 فهمت علي؟ هلا أول ترم حيصير n على n plus 1 1 plus 1 divisé par n مظبوط فهون بعمل simplification اوكي فبتساوي 1 over n minus 1 over n plus 1 هلا هيدي بوزيتيف اكيد بوزيتيف لانه n plus 1 n اكبر ايه دونك هيدي اول شيء نحن شو برهنا برهنا دونك انه un is increasing هلا vn plus 1 كيف برهنا اخر شيء انه لانه بكل بساطه n plus 1 اكبر من n فبالتالي رودي اون كوا اوكي مثلا انشر 2 اكبر من انشر 2 انا اوكي تمام طيب نكفي دونك هون عندي 1 plus 1 divisé par n plus 1 moins 1 moins 1 divisé par n صح فبالتالي simplification يعطيني 1 divisé par n plus 1 minus 1 over n هيدي حتكون نيجاتيف معناتها decreasing vn decreasing تمام برهنا انه un increasing والvn decreasing هلا limit vn مو un اوكي او un مو vn نفس الشيء دونك limit vn بتساوي 1 plus 1 over n تطلع 1 minus 1 خلصت فوالا 2 divisé par n حتكون 0 فبالتالي دونك un vn وهي adjacent الاثنين adjacent على بعض يعني بتكون اذا بدنا نشوفها بس كيف 2 سر n يقال 0 ما هي الليميت when n go to infinity حتكون 0 2 over infinity حتعطيني 0 مثل ما قلت لكم انه اذا ما حطيت هون تحت شيء معناتها ال n go to infinity فهمت علي؟ فبالتالي انا عندي هذا الجراف اوكي اذا انا بدي بس ارسمها لهي اثنين سيكونس عندي انا هون اول شيء ال 1 مزبوط لانه مثل اسمبتوت هني فبالتالي على 0 ني با ديفيني على 1 هي بتساوي 1 plus 1 يعني 2 اوكي مبلش من 2 هذيك مبلش من 0 اوكي يعني هيك انت ايش عم تحاول تعمل هون بس عم بحاول انه ارسم لكم السويت اوكي فبالتالي ببلش هون من ال تقريبا من هون ومن هون اوكي طيب علمنا كيف لا بكل بساطه عم باخذ انا بوينتس عرفت كيف بس هيك شيء ثاني كونتينيو لانه كل بوينت عنده اوردوني معين ما هيك ايه اكزاكتلي الواي هي اليو ان الواي هي يو ان اور في ان يا هيدي يا هيدي اوكي فهيك هي هيك 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 يعني نحن هون تنرسمها بنعتبر الـ un كأنها هي الـ f دو x والـ n هي الـ x exactly هيك يعني هيك كيف؟ ولا هيدي هي الـ دونك هيدا اللي عم بيصير اوكي؟ إذا بتشوفوا أستاذ أنا عندي مثل شغلة يعني هي الدروات مثلا فرضا طلعت الليميت L الدروات دي كويسون إقال L كأنها حتكون الـ أكس دو سيمتري بيناتهم ايه اذا فيك تقول هيك مزبوط اوكي حابعت لكم صورة هلا لفرجيكم كيف بتكون يعني مثل هي تقريبا استاذ هلا هلا ضروري يكونوا سيمتريك ما فيها مثلا تحت تكون لا ما 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 في كونديسيون سيمتريك ما في كونديسيون شيء اسمه سيمتريك في كونديسيون بس عم بيقول لك كرواسون كرواسون ديكرواسون والليميت بيناتهم زيرو بعت لكم صورة كيف تطلع
ولا هيدا بالنسبة لسويت أجاسون، هيدا المهمين يعني. أوكي هلأ لكن تيورام جون دالم لكن واضح. هلأ حنعطي إكزامبل عنه كمان بالإكزرسيت بسويت أجاسون واضح. لا لا ما بعث لكم الحل، بعث لكم الحل موجود كل شيء على الجروب الواتساب يعني هذا كله سوا. اذا بدك خذ ما بيأسف. يا استاذ عندي بس اسالك سؤال. تفضل. الدفار اللي بعت لنا اياه دي يو ان بلس 1 ايجال راديكال لل 1 بلس يو ان، هذه بالضبط كيف بحلوها انه برهنا انه هي كروسون؟ هلا بحلو ما تعتل اليوم، بدي حل كل شيء اليوم. استاذ هلا نحن كيف عرفنا انه الواي ايكوال 1 هي اسيمتوت؟ ما برهنا انه هي اسيمتوت، نحن برهنا اوكي. هلا اوكي اذا بدك تعمل ليميت حتطلع 1 بلس 1 اوفر انفينيتي حتطلع 1. اوكي قصدك اذا عملنا ليميت على 1 بتطلع انفينيتي، ما هيك؟ اوكي ما هيك بكل بساطة يعني. طيب بالنسبة ل اوكي خلينا نبرهن. دونك خلينا نبلش بأول اكزامبل تبع الانتجرال دوالي، هذا مهم كثير. بقلبه انتجرال وبنفس الوقت بقلبه فونكسيون، بقلبه سويت. دونك أول شيء عندي أنا افتحوا الاكزرسيس تبع الانتجرال دوالي، هذا مهم كثير. دونك عندي انا اي ان انتجرال شو؟ انتجرال دو زيرو. الفكره نحن معنا تليفون ما فينا يعني بين ميتنج و واتساب على التليفون. ما عندكم لابتوب؟ لا انا لا. بالهندسه لازم يكون لابتوب لانه كرمال بروجيات بعدين بالمستقبل. ما في داعي تاني سمستر بس بلش الاي تي. ايه هو تاني سمستر، من بعد تاني سمستر مزبوط. دكتور شوي سؤال ما خاصه بالدرس بس خاصه بقصة اللابتوب، تفرقش اذا كان ماك ولا ويندو، يعني اي او اس او ويندو؟ هلا الماك كتير غالي صراحه. ايه بس قصدي عمليا على ارض الواقع بتفرق شيء انه في شيء هذا بيركب عليه هذاك ما بيمشي عليه؟ ليك الماك الماك كتير صراحه يعني. انا مثلا وقت اروح على محلات تليفون إذا بطلع أنا بأسعار الماك ومواصفاته صراحة مختلفة تماماً، بيوصل حقه ل 3000 دولار بالشهر، 3000 دولار بس. إيه بس لأنه أنا هلا بتعطي بالسوق من هذا الماك بوك إير الإم 1 كأنه كور آي 9 وتقريباً بزيت السعر، بس أنا بيهمني إنه من جوا يكون بيمشي على 2. الابلكيشن اللي تمشي هونيكم تمشي هون؟ لا كله بيمشي الحال، الماك كله يعني مجهز مزبوط اكيد. لو ما هيك ما هلا فادي بلا ما اعطوه من حديثك كمان هذا الموضوع. الماك شوي ما فيك تغير بالاو اس تبعه، بثالث سنه اذا فت الكترونيك في بعض الابلكيشن بدك تنزله ما بيمشوا على الماك، اذا بدك تفوت الكترونيك بس او ميكاترونكس بالميكانيك لانه شوي محدود ما بيخلوك تنزل ابلكيشن من برا. هيك اساس مش عالمي بس بس